Categorie lub na sędzie na sędzie. بده يعقب على التقرير ويناقش التقرير واللي في عنده انتقادات نرجو ان تكون الانتقادات بناءه اذا في اعتقد انه ما فيش بس اذا في لا يعني قصد البناء يعني نحط الحل نحط الجل يا عباس مش يعني بس نحط الاصافي الدولية لا يا عباس اهلا وسهلا عرفان عرفان محمود تفضل انا رفعت ايدي بدي يعني تجيب شاف قبل كيف جميعا يعني أنا نشكر هذه الدعوة سلام 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 مش قصة يعني مش قصة يا محمد انت لوحدك ابو احمد انت لوحدك هو نفس الكلام يا محمد هو بعيد ابو محمد تفضل يا عبد الله تفضل تفضل على سيدنا محمد عبيد القيس روحيه لا 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 اسمك اسمك وفي حتة عمل للاجتماع في كذا في نار تجيب واحد رجاء نحترم بعضنا في اجتماع الزكاة انت مش سامع مش سامع رجاء نجتمع عليه لا تفضل يا تجيب واحد في مناطق يا تجيب مناطق يا تجيب مناطق انت مش سامع يا عمي تفضل يعني اداره الجلسه لازم تكون حتى يعني هذه الله يمسيكم بالخير جميعا وشكرا لهالدعوه لهالوجوه الطيبه اللي زي ما قلت دائما بنلاقيها في الساحه يعني بتقدم كل شيء عندنا انا بشوف اي هيئه اداريه لأي مؤسسة إذا ما في هيئة عامة أو ناس تدعم هيئة إدارية هذا بكون عبء على هيئة إدارية لأي مؤسسة ما فمجلس الاستشاري صيام هي فكرة ممتازة وبناء كأي مؤسسة مثلا تكون زي لجان إذا اللجان ما بتكون فعالة وأشرت معها أعضاء بتكون يعني عملها مش في المنظور ففكرة المجلس الاستشاري في المجلس المحلي هي فكرة كويسة ومش مكان لما يعني بقى حي الله إنسان يجي لا إحنا بدنا نكون كفاءات ناس يعني مثل الحريص على البلد عندها قدرة تشارك في صنع قرارات للمجلس المحلي بس شو خططة حتى في طريقة تفكيرها لأن بالأساس المجلس انبثق من الناس ومن بين الناس وبالتالي لازم يرجع للناس في كثير من الخطوات اللي لازم يقوموا فيها مستقبلا. الاجتماعات الجماهيرية لا شك هي بتعزز وبتقوي دور المؤسسة ووجود المؤسسة في داخل البلد لأنها عضو المجلس سواء كان منتخب أو معين أو شو ما كانت الصفة اللي بيحملها بدون الناس اللي وراه بس بشعر بالضعف وما بيقدر يكون اي خطوه للامام لانه بتصير زي الحصان اللي مشدود لورا مش قادر يمشي للامام حتى لو كان قدره 100 حصان. فكره النقد البناء والنقد الايجابي ضروريه جدا في وجود ناس اعتقد لا يقل فيهم اي حد من الموجودين كفاءه وقدره عن اي احد اخر. الاجتماعات اللي زي هاي اذا احنا استغليناها بشكل جيد في سبيل سماع أخبار الشارع حتى لو كنا بنلف في الشارع وبنمشي في الشارع وبنسمع في الشارع يعني أنا مش مع أوضياء وأوضياء بعز علي لما بيقول أنا بلف من تحت نتيجة اللي بصير ورا بيمين أوضياء مطلوب منا يمرق من النص ورا بيمين ويشوف ورا بيمين شو فيها من شان يغير شو فيه ورا بيمين هذه نقطة. بالنسبة لأبو أحمد لما طرحته موضوع المجلس الاستشاري كتب لي بدون رئيس يعني تسوي مجلس استشاري بس بدون ما يكون فيه مؤسسة كذا مؤسسة كذا بس أنا بطلع في مؤسسات خمس ست مؤسسات الرؤساء تبعي ما مش موجودين فإحنا بس يعني بنعمل المؤسسة بنحط رئيس وبنوقف زي
هي رجل النقاش في الشرم. اكل هذا يدور شايف ليالي المكافئ اسمه ما بعرف اسمه ليالي المكافئ شايف. فاحنا ما بدنا وصاية على المجلس بس الشاري مش وصاية على المجلس. بس هذا الشيخ انا خلصنا جانبية. لا لا مش دور الساعة بس نقاش جانبي هذا عنده بشكل بشكل افضل. بالنسبة لي تقريبا شبه خلصت الا بالنسبة لموضوع النفايات الصلبة. انا امبارح بالصدفة عند تعديلي في بدو شفت سيارات وجرافات طالعة فبقول لي اننا احنا رح نعمل مكب نفايات لبدو في حدود ارض بيت علم. يعني بدهم يحطوا النفايات الصلبة تبعتهم بيجهزوا في مكب للنفايات في المنطقة القريبة من اراضي بيت علم من جهة بدو. فاحنا اذا يعني اذا يصير وضعنا بالصوره هاي ابو ضياء امتى حكيت عن موضوع مكب النفايات اللي عندنا وانها محط الترحيل اذا بده يصفي عندنا مكب بده ومكب بدك ومكبنا من تحت وام اللحم من الشكه هذيك احنا صفينا كموقع لا نحسد عليه من الناحيه السلبيه مش من الناحيه الايجابيه. شكرا لك. لانه مش لا المكب للمنطقة باختصار يعني. المنطقة. أنا سمعت. دورك أنت أدرى مني في الموضوع. باختصار المكب هم إحنا نشتغل مستعملنا. لأن تمويل اسمه مشروع مكب نفايات صلبة لمنطقة شمال غرب القدس. 7 دونمات هذول بس. اللي هي محطة ترحيل. إذا صارت هناك فليكن هناك. إحنا مع إن إشي أضعها عشان بعرف من 250 أفضل. لتمويل مكب النفايات الصلبة في البلد. شكرا. انت وضحت فكرة كان ممكن تتصور في البلد بس. على انها زي ما انا فهمت. بس على كل حال هاي الفكرة اذا ما كانت في ترحيل مش راح يقدروا يبدوا زينا. اذا انا بقول لك انت مش ترحيل فيش مكب يعني بصير خلص من نوع الى انت بنروح للابعد بنروح للرمون بنرحك بندوق ما قدرناش ولا بالتالي احنا مش عاليين نحط جامعة وجنبها مكب باختصار. أنا حكيت قلنا لك يعني الله بس يجيب الخير والله الشيء الشيء إنه أنتوا كل ما حملتوا مؤسسة أو مجلس استشاري أو أي حاجة شايف الناس بتطلع إنه راح يكون هناك 5 6 أو 7 أو 10 وهي شيء ينتخبوا رئيس وبعرف شو كله بس تنصيب بلا عمل هيكل يعني هيكل شايف لأن أنا شايف في نادي رئيس النادي مش قال أعضاء النادي مش قال في عدة جمعية مش موجودين موجودين النادي هاي النادي أنا وبلال موجودين متأسف شايف ولا رئيس النادي رئيس المؤسسة لما بتنتخب رئيس هو يعني يمثل هذه المؤسسة ضروري رئيس أو مدير وين رأسه غايبين كثير ناس يعني على كل حال على مش مؤسسة واحدة فيها بس 5 6 مؤسسات في الدنيا وجهة نظري محمد مؤسسة اسمع إذا بدنا نقعد نرد على بعض حكي عن رجال يعني أنا بتكون محكي لا يعني بحكي مضبوط كمان مش في الجمعية مش بحكي مضبوط زين فيها لا بدي مش عنها لا لازم رئيس النادي يا محمود يا محمود يا عم مقبول توقع على خير بيجي ده أساس نجاح المجالس بإشراك المجتمع المحلي في صور السياسات بعدد من المحاور للعمل في المجالس. أنا بدي شطير في يعني حديثي قضية المشاريع يعني بتحكي بجانب المشاريع عندنا. أنا بعرف إنه في مهندس موظف في المجلس. أنا مع استنفاذ دوامة 8 ساعات
مع استنفاذ هاي 8 ساعات لخدمة بيتنا باتجاه إنه دوامك من الساعة 8 إلى الساعة 2 بعرفش أو من 8 إلى 4 وظيفة كاملة بالتالي على رئيس المجلس أو يعني مدير المجلس الإداري متابعة هذا الجانب حتى لو ما في إلى شغل إحنا بدنا في إطار خطة الاستراتيجية التي تراحت عنها في اقتراع لأكثر من 12 مشروع وبالتالي في إمكانية في إطار قرارة إنه يعني ينتج شيء للمجلس حضرة لا بليك يوم في الأيام بأي اتجاه إنه في بدنا مشروع هذا جاهز كما مجلس محلي وبالتالي ملفاتك جاهزة وارفع بس إمكانية هاي أساس في التحضير المسبق للمشاريع. الجانب الآخر بخصوص المشاريع بحكم جزء من في المجلس السابق وبتذكر الأضياء اللي كانوا موجودين في السابق إحدى المشاريع ما قدرنا نأخذها في بيت عمان إلا لما كسرنا باب المسؤول كسر بجرينا دخلنا وبدنا لبيت عمان المشاريع بمعنى إنه يفترض أن يكون في خطة عند المجلس المحلي بكيفية البحث عن المؤسسات لا يكون في تسويق لمشاريعنا إحنا في بيت عمان وما نعتمد إنه بس نرجل على شو وزارة الحكم المحلي بتودينا وبالتالي هي أجانا مشاريع 1 2 3 4 لا بدنا كرياتيين وسط باقين وهي كانت بيت عمان وإن شاء الله راح تظل هكذا في اتجاه إن نظل مستنفرين بهذا الجانب قضية ثالثة بخصوص بقية المشاريع انعملت خطة استراتيجية وتقديري كانت المجال 6 شهور وشارك فيها أعداد واسعة من بيتنا لأنها إجت الشيء اللي طلع هو كرس الاحتياج العام في بيتنا وبالتالي هو صفى هو مزاج الناس هذا هو البداية بتوعنا بدنا في المشروع احنا نحدد شو أولوياتنا في 12 مشروع ونبذل جهد على أولوياتنا المشروع أول مشروع ثاني مشروع ثالث مشروع رابع ونبذل جهد في هذا المشروع من أجل تحقيق إنجازه من خلال البحث وكذا من خلال إن إحنا محددين شو رقم 1 في رقم 2 في رقم 3 في رقم 4 هذا بخصوص المشاريع وبالتالي يعني أكيد في إطار الخطة الاستراتيجية تم تقسيم لجان ومن ضمنها لجان المشاريع أنا مع تفعيلها مش مع استحداث مرة ثانية يعني مش عارف مع مين أنا بتناقش ولا بشوف مع سنان بتناقش بخصوص لجان على طول كان يتمشكلنا لجان وقت الخطة الاستراتيجية فيش داعي مرة أخرى يتم تشكيل لجان وبتقدير اللي كانوا في إطار الخطة الاستراتيجية كانوا خيرة من سيعمل لبيتنا شايف التدعيم في حالات هي بتحب تبقى موجودة وبالتالي الاعتماد وتفعيل هذه اللجان اللي تخدم يعني هدف المنهج الجانب الآخر جانب التعليم جميعنا بنعرف شو واقع التعليم في بيتنا بتقدير أنا الآن في جانب اهتمام من مجلس أولياء الأمور المجلس المحلي ويجب أن يرتقي المستوى الاهتمام في هذا الجانب اللي هو الجانب التعليمي ليصل أن يكون على سلم أولويات جميع المؤسسات في بيتنا يا أخوة لا يمكن الارتقاء في الحالة التعليمية بدون ما يكون في يعني رؤية شمولية لجميع المؤسسات ومشاركة شمولية لجميع المؤسسات والقطاعات مكونات المجتمع في بيت عنان لهذه القضية بتقدير الآن المناخ احنا بجزء فينا معاني أكثر شيء في الثانوية نتائج تراكم سنوات 10 سنين وجزء أكثر كان في إشكاليات الآن أنا بقول وجزء اليوم يعني قدرنا نوصفها إن انبنى الغروز في بيت عنان للخروج أو للتأسس نبنى الغرز على أساس تبني عمارة كبيرة لسه احنا في الغرز في هاي تحديدا هاي المدرسة مجلس أولياء الأمور عنده برنامج على مدار سنة فيما بعد راح يعني يطلع خلينا نقول المؤسسات في بيت عمان في برنامج تعليمي وله علاقة
وله علاقه في وله علاقه في يعني انه الجميع يشارك فيها، وراح يبقى في دعوه منا لمؤسسات بيت عنان. مطلوب من المجلس المحلي تخصيص موازنه خاصه للتعليم، تخصيص موازنه خاصه للتعليم. وهناك وضياء بعرف من خلال المدارس انه ضروري يكفي هذا يعني خاص شيء خاص للتعليم. واذا انتم في اطار تحديد نعم تحديد موازنتكم يعني في امكانيه التحديد. القضيه في اطار رئيس الثقافه نفس الشيء الثاني. الجانب الثالث اللي هو المؤسسه، في عندنا 13 مؤسسه حدا اللي كان 22 مش عارف. محمد على اسم تحت انا مش قادر اصبر يعني. خلصت ابو سالجي خلص. بس 13 او هاي قبل ايام كان في اجتماع بنتناول هذا الموضوع، وانا بقول للمجلس المحلي انت ادعو لاجتماع للمؤسسات بيت عنان، يفترض انه نفرق ما بين مؤسسات نشيطه ومؤسسات بدها تنشط او في طور التنشيط ومؤسسات معدومه. ليش نضل نقول في مؤسسات وعمليا ما في؟ الهدف انه كمان هاي المؤسسات تشتغل مع بعضها من خلال إنه يبقى في لجنة تنسيق خاصة بالمؤسسات، تتشابك في البرامج، تتشابك في الأهداف، تتشابك وشراكة في النشاطات في 30 حسن تصير. خلينا أعقب لك بس تعقيب بسيط صغير على بما يخص المؤسسات. السلام عليكم. يا فؤاد بما يخص المؤسسات